أحلام الهوى والشباب مع أوهام الغد وأحلامه. الدعاية عايزة فلوس. والفلوس في الدولاب. والدولاب عاوز مفتاح. والمفتاح مع ماما. ماما راح تدينا. هتدينا. يلا. وجاء الغد. وجاء الألم والعذاب. الآن أصبحت أوهامه. مش معقول يا بابا أتجوز الإنسانة اللي بيحبها أخويا. بنتي نفسها. هي اللي لازم ترفضه وما تتجوزوش. لا يا بابا، بنتك يساعدها انها تتجوزه. صحيح انا ما قدرتش اقول لحضرتك ان انا بحب سهير وان سهير بتحبني، انما انا قلت لماما وهي وعدتني انك احمد هو اللي هيتجوز سهير. ليه عايز تفرق بينهم؟ احمد لا يمكن يتجوز سهير لانه بيحب اخوه. انت ظالم، عارف يعني ايه ظالم. انا مضطر اعمل كده. عشان ايه؟ كويس على أفلام صوت الفن تقدم الحليم حافظ في أعظم أدواره في الخطايا. أخرجها المخرج الذي تعرفونه من أفلامه الرائعة حسن إمام. الطايا بطولة عبد الحليم حافظ، نادية لطفي، حسن يوسف، فاخر فاخر، بالاشتراك مع مديحة يسري، عماد حمدي. الخطايا